فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يكون في ردة التثاؤب إيش؟ ردة التثاؤب أو التسوف باليد اليمنى أو اليسرى؟ الأمر في هذا واسع، يعني إن شاء وضع اليد اليمنى في عند التثاؤب، وإن كان وإن شاء وضع اليسرى، لكن اليسرى أولى. أما بالتسوف فاختلف فيه العلماء، قال بعض العلماء باليمين لأن التسوك سنة فكان حقه أن يكره، وقال بعضهم باليسار لأن التسوك إزالة أذى، واليسرى أحق بإزالة الأذى من اليمنى، ولهذا يكون الاستنثار بإيش؟ باليسرى، ويكون الاستنجاء باليسرى، والاستجمار باليسرى، التسوك باليسرى لأنه إزالة أذى. وفصل بعض العلماء فقال إن كان التسوك تسننا فهو باليمنى، وإن كان التسوك تطهيرا فهو باليسرى. ولا شك أن التسوك تطهير، ولا شك أن التسوك عبادة، كما جاء في الحديث الصحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وبناء على ذلك أقول إن الأمر في هذا واسع، إن شاء تسوك باليمين وإن شاء تسوك باليسار. ومثل ذلك التختم، لبس الخاتم إن شاء باليمين وإن شاء باليسار. ومثل ذلك لبس الساعة إن شاء باليمين وإن شاء باليسار. نعم.